اليمن عاجل. السعودية تبدأ تنفيذ أول شروط الحوثيين وتعلن هذا الخبر الصارخ. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاق خطة السلام الشامل في اليمن مع حكومة صنعاء بإصدار قرار سار لملايين اليمنيين ينهي جانبا من معاناتهم المريرة جراء الحرب المتواصلة للسنة 9 وتداعياتها الكارثية إنسانيا واقتصاديا وإداريا وخدميا ومعيشيا. أكد هذا إعلان أصدرته شركة الخطوط الجوية اليمنية يبشر اليمنيين كافة والقاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي بموافقة التحالف على توسيع وجهة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي وقرب استئناف تشغيل رحلات لوجهات عدة. وقالت شركة الطيران اليمنية في إعلان إنها تتحضر في الوقت الراهن لاستئناف تشغيل رحلات من مطار صنعاء إلى وجهات جديدة وعلى رأسها الهند ومصر بعد استكمالها للإجراءات اللازمة والمطلوبة وعلى رأسها الحصول على موافقة وتراخيص هبوط وإقلاع من التحالف. يعد هذا الإجراء تدشينا عمليا للاتفاق المنجز حتى الآن في المفاوضات غير المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي في مسقط والمباحثات المباشرة بين الجانبين في العاصمة صنعاء بوساطة عمانية مطلع أبريل الجاري بشأن مسودة اتفاق خطة السلام الشاملة في اليمن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.